رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الفنان العراقي الشهير فلاح عبود، وتوفي الراحل داخل أحد مستشفيات بغداد بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وقد أعلنت نقابة الفنانين العراقيين في بيان عبر حسابها بالفيسبوك خبر وفاة الفنان الراحل، والذي كان عضوا بالشعبة المسرحية في النقابة. وقالت النقابة في البيان: ببالغ الحزن والأسى تنعي نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان فلاح عبود عضو الشعبة المسرحية في النقابة، والذي وافته المنية فجر هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نعى الفنان الراحل عدد كبير من النجوم والإعلاميين العراقيين عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم وصدمتهم برحيله، خاصة أن وفاته كانت غامضة وجاءت بشكل مفاجئ، وبعضهم لم يصدق الخبر إلى أن سارعت النقابة بإعلان الخبر في بيان رسمي. الفنان فلاح عبود هو ممثل عراقي شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومنها فيلم المنفذون في عام 1987 ومسلسل السلطان والشاه في عام 2017، كما عمل مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات في عام 2000. وانتخب الفنان العراقي فلاح عبود مؤخرا لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين. وتوالت التعليقات من أصدقائه وعائلته وجمهوره داعين الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه ويدخله فسيح جناته، حيث أنه رحل بعدما قدم عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة خلال مشواره الفني. وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل السلطان والشاه في عام 2017، وتدور أحداثه حول الصراع بين السلطان العثماني سليم الأول والشاه إسماعيل الصفوي. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وكل محبيه الصبر والسلوان.